السلام عليكم يا البنات، السلام عليكم يا الميمات، خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين وليداتكم؟ اجواجكم كلشي هاني؟ سنه سعيده تدخل عليكم بالصحه وبالعافيه يا ربي. هذا العام الجديد يدخل علينا بشي صحيحه ويبعد علينا هذا الوباء. الصراحه الله بيني وبينكم يا البنات، هذا العام الجديد والو ماشي بحال الاعوام اللي دازو كاملين. داز سبحان الله العظيم بارد، تا واحد ما زعما كما عمل. انا مولفه كندير لكم الطابله ديال راس العام، مي هاد العام كانوا يدي باردين ما قدرت نعمل حتى شي حاجه. ان شاء الله يا ربي الاعوام اللي ماجيه ان شاء الله يكون بعد ربي علينا هاد الوباء ويشافي لنا كاع جميع المرضى ديالنا يا ربي. واللي مرض الله يشافيه، واللي كيطلب شي حاجه الله يعطيها له يا ربي. اليوم حبيباتي جايه وجايبه لكم الجديد ديال اكسيو. هادي شحال ما حطيت معكم والو، والله يا حبيباتي انا معيد هاوي، اقسم بالله العظيم عي هادي كتهضك لهادي، على داكشي ما بقيتش كندخل معكم. وتا الجديد في اكسيو ما كان حتى شي حاجه اللي كتعجب. هادشي ما بقاش ماشي على اكسيو، هذا في اكسيوات كاملين. اليوم جايبه لكم شي حاجه بسيطة، ولكن اش غنقول لكم البنات، الحوايج ديال اكسيون والله الا كيعجبونا، اللي كيجيبوها كتعجبنا. دخلوا هاد الزليفات، هادو هاد الزليفات ديال اللوح. انا ديجا عامله موجده واحد الطابله غادي نقدم لكم كامله ديال اللوح، داكشي زعما داكشي تقليدي. جبت هنايا خمسه ديال الوحيدات، هانتوما غنقول لكم الثمن ديالهم في صندوق الوصف. وهاد الطويبله هادي حتى هي جابوها، انا باغيه ندير واحد الكليسه اي بهاد الشيء ديال اللوح. هانتوما كي كتجي زوينه يا البنات للتقديم. هانتوما وهكا كان يلاه شريت هادو، قلت انا نمشي ندير شي دويره في الجيبي ديال سانتاكات. قلت غادي نمشي ندير شي دويره تما، حيت دخلوا شي هميزات كانوا زوينين صراحه الله، كانوا دخلوا شي قوامل، دخلوا بزاف ديال التويشيات. مي رجعت للغدا ما لقيت والو. نكمل معكم بعدا داكشي ديال اكسيون. ها الجديد ديال اكسيون، هادو كانوا جابوهم العام اللي فات، ولكن جابو عيد طباسل مدورين، وجابو طويسات ديال القهوه صغيورين، وجابو جابو زليفات ديالهم، وكانوا جابو حتى القراعي الله اعلم ديال اللي كنعملو فيهم السكر والقهوه وديك التخربيق. دابا جابو دخلوا هاد الطباسلات الطويلين هكا، وجابو زليف، جابو داكشي اللي كان العام اللي فات كامل رجعوه. هذا هو الجديد ديال اكسيو اللي دخل دابا في هاد السنه هادي. انا عجبوني جبت ليوتات، حيت انا عندي ديجا هادشي، هذا عندي خويك، وكنت شريت المره الاخرى شي الطباسل الكبارين، وشريت الزليفات، وشريت طيسان ديال القهوه. غادي نعمل لكم واحد الطويبله ديالهم، كيجيو زوينين. غادي نقول لكم الثمن ديالهم، عاد تلقاو في صندوق الوصف. هادو الحويجات ديال اكسيو، هادو كاملين ديال اكسيو. وفي الجيبي لقيت هادي، خوت هادو وليداتها البنات راه السلعه اللي كتجيب اكسيو راه هي اللي كتجيب المكازات كاملين. عيش اني اكسيو كعمل داكشي رخيص شويه وبلايص اخرى كيغليوهم. شوفي هادي الثمن ديالها كان 20 اورو، ها هي شفتو الثمن ديالها كانت كتعمل 20 اورو، ودابا عملوها بعشرة اورو، ديتها انا بعشرة اورو، ها هي ماشي هميزه يا البنات. وغزاله هذه تقدروا ديروا فيها العجينه، تقدروا تخلطوا فيها شي كاطو، تقدروا ديروا فيها بزاف الحاجات. فهمتوا زوينه، جاتني انا مع هاد الزليفات هادو، ها هما وليداتها كيتسناو هادو الا بغيت نقدم شي حاجه شي وصفه نقدمها فيهم. ها انتما مي هادا تمشي لمكازا اخرى غتلقيها كثر من هاد الثمن، تبع 20 اورو ما غتلقيهاش. انت
جبت عاوتاني هانتوما يا البنات عملت لكم خويكو سبحان الله العادي والله ما فكرت لبستها هكاك شوفي جات مع الطباصل بعد المره يا البنات ما كتكونوا نويت شي حاجه كتخرج لكم ديك الشيء هو هذاك دابا نتوما تقولوا انا بالعاني درت هاد اللبسه هذه والله يا البنات ما نويتها خرجت لي بحال بحال لبسه باش بنحط شي خوي شي 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 اوكلا وحط لبسه هاد اللبسه باش تجيني معاها. جابوا هاد الطباصل هادو في جيبي ديال النمر سبحان الله صدفه زوينه هانتوما جابوهم شوفوا شحال كانوا كيعملوا كانوا كيعملوا 3 نونون عملوا له جوج اورو من 3 نونون تقولوا 4 اورو من 4 اورو رجعوهم لجوج اورو يا البنات. انا جبت هنايا 6 باش نقدم لكم واحد الطويبله ديال هذا الشيء هذا جبت 6 يوات وهذيك الساعه انا كنقلب وانا نلقى هادو لقيت هادو ديال كيسان عامل اللون قولي 7 اورو 6 نونون ردوهم بثلاثة اورو 50 مي عجبوني البنات بزاف انا غادي نحلهم معكم وتشوفوا شوفوا على تحاف شوفوا هادو فاش كتحطوا الكويسات ديال العصير اولا كتحطوهم فوق شي طابله الا عندكم شي طابله ديال الجاج ما بغيتوهاش تجرح لكم كتعملوا هذه فوق الطابله وتحطوا عليها الكويسات متولين والله الا جو مع الطبيصلات نيشان بعد الخطره كتكوني تمشي تجيبي شي حاجه كتخرج لك والله يا اختي لهنا هذيك الاثمنه يتسهلوها الصراحه الله مزيونين ها باش من نعمل هكا يكون الطبيصلات ديالها معاها هميزه واش من هميزه يا البلاد كيجيب لكم الهميزات واخا كنغبر عليكم راه الحاجه الزوينه كامله الا لقيت شي حاجه كنقدمها للحبيبات ديالي هما الاولين والجدد ديال اكسيو الا شفتوا شي جدد راه تلقاوه عندي انا الاولى حيت انا على لي تيتيو كنبر عند اكسيو ما تخافوش نجيب لكم اي حاجه حتى بين يديكم الا شفتوني ما حطيت والو قولوا راه عيشه ما لقات والو في اكسيو يلا حبيباتي بيني وبينكم توحشتكم وتوحشت الاصوات ديالكم وديك التعليق ديالكم الزوينين وكنقول علاش ما ندخلش نتفكر حبيباتي وشكرا فاطمه الزهراء اللي لقيتها عند مولات الخضره اللي في لاكارد لويس شكرا حبيباتي شكرا على الكتابه اللي خليتي لي وعلى التعليق كنشكركم البنات اللي كتلاقاوني في اي بلاصه كنشكركم وكنصيفط لكم التحيه منين ما كنتو تزيريين وجاده براكنه روافه طنجاوه الرباطيين بيضاوه قصراوه العريشيه الفاسه الناس ديال مراكش الناس ديال اكادير من كل دوله ديال لا فرانس ديال هولندا صحاب شارلوروا صحاب لياج صحاب مونس ليطالي المانيا الاسبان كلشي 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 البنات الا نسيت شي وحده تسمح لي والرباطيين حتى هما والناس ديال تطوان الناس ديال تطوان تحيه ليكم كاملين كاملين البنات اللي كيدخلوا عندي وكيكتبوا لي زوينين وكتكتبوا لي التعاليق مزيونين وكتخليوا لي اللايكات كنشكركم من كل بلاصه وكنقول لكم سنه جديده تدخل عليكم بالصحه وبالعافيه ولوليداتكم والازواج ديالكم يا رب وشكرا حبيباتي ورانا كنتوحشكم بزاف 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 كلشي 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 اللي ما ذكرتو شي راه في القلب البنات والله ربي راه شاهد عليا لما كلكم راه نتوما في قلبي منين ما كنتو داخل المغرب وخارج المغرب
تحيه لكم. يلا البنات وتابعوني على الفيديو الجاي ان شاء الله. انا كنوجد لكم واحد الطويبله اللي ما وجدتها لكم شي فراس العام، غادي نوجدها لكم. رانا كنتسناي واحد هادي وغادي ندير لكم شي حاجه زوينه. يلا مع السلامه، الى الفيديو اخر ان شاء الله. وديروا لايك، ديروا لايكات حبيباتي وعاونوني باش نطلع انا القناه ديالي طلع راه وقت كتهود. وشكرا حبيباتي، والهلي خطيكم عليا الميمات وكلشي كلشي كلشي كلشي. كنسلم عليكم خوتي خواتاتي كاملين. يلا انتظروني في الفيديو الجاي ان شاء الله، ومع السلامه.